اعتقادي بأن مستقبل البودكاست عندنا في دولة الإمارات وإمارة دبي في الطريق الصحيح، من خلال تبني الجهات الحكومية ومن خلال تبني المعنيين كذلك أيضا بهذا الجانب في الإعلام الرقمي، ولعل وجودنا اليوم في المكتب الإعلامي لحكومة دبي وفنادي دبي للصحافة وفي هذا المهرجان نقول المتكامل الخاص بالبودكاست، وأيضا اللي يشهد كذلك انطلاق العديد من المنصات ومن الأسماء الطيبة اللي أيضا تلعب دور إيجابي في المشهد الخاص بالإعلام الرقمي، نقول أن المستقبل جدا حافز وملهم لشبابنا في دولة الإمارات وفي إمارة دبي. كل التوفيق للجميع، ودائما إن شاء الله تعالى نسمع الأخبار الطيبة عن شبابنا من الجنسين في عالم البودكاست. اليوم على هامش البودفست إن شاء الله نطلق مشروع استكانة، مشروع جدا جميل وخفيف، نستضيف فيه شخصيات من أصحاب القرار وصناع القرار يتكلمون عن حصيلة تجاربهم، وهاي التجارب هذه تكون يعني مصدر إلهام لشبابنا. استكان المشروع الأول لشبكة الإذاعة العربية في البودكاست، من إن شاء الله التوفيق لهذا الفريق، وإن شاء الله تعالى دعواتكم بنجاح هذا المشروع.